بدي فرجيكم هون بالاكزرسيس نمرو 8 كيف بنرسم بوان بار بوان. لاحظوا عندي التابلو دو فرياسيون كان لورس اكس تنفر 0 بلس اف اف دي اكس تنفر بلس لانفيني، عيامين الزيرو والكور بتبلش من بلس لانفيني، يعني عيامين الاوريجين هون دغري الكور بتبلش من فوق، كانه اسمبتوتيك على هذا الاكراك بريم اكراك دي اكواسيون اكس على 0، وبتنزل وهي نازله بتنزل بهاو البوان بارتيكوليير اللي اخذناه، ان احنا اخذنا اف دي 0.5 اف دي 0.5 تقريبا طلعت 4.5، اخذنا الاف دو ان تقريبا طلعت 2.5، واخذنا بور اكس ايكال 2 يعني اف دو 2 طلعت تقريبا 1.4. فبتمرق بهاي البوان، رح تلاحظوا هذه البوان حطيتها ان ام، هاي سميتها ام، رح ترسم لي الكور ورح تمرق بالدي والبي والآ والداله نازله ما هي ديكر والسونت، بس على اقصى اليمين اللي من الاكس تصير بلس لانفيني هذا الاكس، الاكس اللي من شمال يمين على اقصى اليمين لما نصير على اقصى اليمين هون الكور بدها تقرب على هاد الدروات اكراغ الان. لاحظوا هاد الان هون، يعني هيدا الدروات هو دروات ديكواسيون اكراغ الان، الكور بتقرب له بس ما بدق فيه. هلا يمكن تبين كانه دقت فيه بمحل، بس اذا كبرت الزوم ببين انه بعدها بعيده، نحن بنخليها بعيده شوي بالرسم اليدوي لحتى تبين اوضح. رح نشوف كيف هيدي البوان رح ترسم الكور. لاحظوا كيف عم ترسم الكور، شفتوا كيف نزلت من فوق، نزلت من فوق ومرقت بالدي والبي والآه والبوان بارتيكوليير بكون اخذهم انا، وبتصير تقرب على الدروات ديكواسيون ايكغيك الان اللي هو اسمبتوت اورزونتال اون بلس لانفيني، يعني هون لك بتبلين كانه دقت فيه، بس هي طبعا ما بتكون بعد ما دقت، بكون بعد في مسافه بيناتهم بس ما ببين بالعين المجردي، نحن بنخليها بعيده شوي بالرسم اليدوي بس لتوضح. ومش ضروري نضلنا مكفلين على الاخر، هلا على الاخر ببين كانه بارلال على هالدروات ايكغيك ال ان، بس ما بدي في تمام بالاسمبتوت. لاحظوا كيف اجت هلا من البلس لانفيني من فوق جاي كثير قريبه من الدروات ديكواسيون اكس على 0 اللي هو ايكغيك بريم ايكغيك. بدي اذكركم باكزرسيس نمرو 6 كمان لما كانت الفونكسيون ليكواسيون تبعها اكس بلس 1 موان 3x sur x moins e avec x plus grand que 1، كان الدومين دو ديفينيسيون من الان للبلس لانفيني، وكان عندي الدروات ديكواسيون y على x موان 2 هو اسمبتوت اوبليك اون بلس لانفيني، هذا حلينه سابقا، ترجعوا له وانتم عم تحضروا الفيديو تفتحوا عليه وبتشوفوا، رح تلاقوا بالتابلو دو فارياسيون طلع معنا هيك، لورس x تنفير يعني الدومين هو من الان للبلس لانفيني، الافريم دي x طلع توجور بوزيتيف يعني الاف دي x اي توجور كرواسونت. لورس اكس تون فير 1 بلس او طلعوا معنا بالكالكول بنحطهم على التابلو دو فارياسيون، لورس اكس تون فير 1 بلس دو اف دو اكس ايكال ام موان لانفيني، يعني على يمين الان دغري الكور بتبلش من تحت، فكر ما هيك قلنا اكس ايكال ان اسمبتوت فيرتيكال، لك ماني على يمين الان دغري الكور بدها تبلش من تحت كانه دقه في للدروات، بس هي قريبه له اسمبتوتيك ما بدق فيه كثير قريبه بتطلع وهي طالعه تمرق ببوان بارتيكوليير معينه، نحن اخذنا بور اكس ايكال 2 اخذنا اف دو 2 تقريبا طلعت مو 1.7، اخذنا اف دو 3 طلعت تقريبا 0.5 فيكم تشوفون على دفتركم، واخذنا اف دو 4 تقريبا 1.8. وننتبه لورس اكس تنفير بلس لانفيني يعني لما تكون الاكس هاي هذا الاكس شمال يمين لما يكون على اقصى اليمين الكورب لورس اكس تنفير بلس لانفيني اف دي اكس تنفير بلس لانفيني، يعني الايكغيك الارتفاع الكورب بيكون كمان بلس لانفيني، بس ما ننتبه إيكغيك إيكال إكس موان 2 اللي هو دروات دي سميناه هذا دروات دي هو بيكون أوبليك أسمتوت أوبليك أون بلس لانفيني، يعني الكورب وهي طالعة بلس لانفيني بصير قريبة من دروات دي بس ما بدق فيه، هون لو مبينة كأنه دقة فيه بس هي بالحقيقة ما بدق فيه، بتكون بعدها بعيدة بس مش مبينة مش قاشعينها بالعين المجردة ما بتبين مثل ما قلنا، فنحن بنخليها بالرسم اليدوي بعيدة شوي. رح نشوف هلا كيف نعملها اني كيف تنرسم، لاحظوا كيف اجت الكورب من تحت على يمين الان كانت من الموان لانفيني جاي كانه بارلال على هذا الدروات ديكواسيون اكس ايكال ان بس كثير قريبه منه، وبتطلع وهي طالعه بتمرق بالا والبي والبوان سي وبصير قريبه كثير من الدروات دي، وبتنرسم معنا هيدي الرسمه. اوكي كمان رح نشوف هون بالاكزرسيس نمرو 7 كانت الفونكسيون هي اف دو اكس ايكال او على بيسونس 2 اكس موان 1 سور او على بيسونس 2 اكس بلس 1، طلع عندنا هذا التابلو دو فارياسيون، طلع عندنا ليميت لورس اكس تون فير موان لانفيني دو اف دو اكس ايكال موان 1 الور ايكغيك ايكال موان 1 اسمبتوت اوريزونتال او موان لانفيني،
est limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à 1. هيك طلعت معنا. كرما هيك lorsque x tend vers plus l'infini, تحت plus l'infini, تحط 1, هو asymptote horizontale en plus l'infini. معناتها عندي deux asymptotes horizontales, y égale à moins 1 en moins l'infini et y égale à 1 en plus l'infini. لاحظوا على يم هون لما نكون على اقصى شمال, يعني لانه الرسمي بين موان لفني بلس لفني على اقصى شمال, لانه الاكس عندنا شمال يمين, على اقصى شمال بكون الارتفاع الاف دو اكس هي فوق الموان بشوي وبصير تطلع وبتضلها تطلع, ولما نكون سير على اقصى اليمين تطلع الفونكسيون الايجراج, يعني الارتفاع بيطلع لعند الان بس بيضل تحت الان بشوي, فكرمال هيك بنقول له اسمتوت, يعني بصير قريب من الان بس ما بدق فيها. رح نشوف كيف بتنرسم. طبعا لحتى لي نرسم اخذنا بوان بارتيكولير, لازم ياخذ بوان بارتيكولير بين موان لانفيني وبلس لانفيني, يعني بياخذ القريبين من الزيرو الموان 1 والان, لانه اذا اخذت الموان 2 والموان 3 رح يطلعوا ارقام كثير قريبين من الموان 1 مش رح يفيدوني, رح ياخذ اف دو موان 1 احنا اخذناها وفيكم تشوفوها على دفتركم, طلعت معنا تقريبا اف دو موان 1 ايجال اف دو موان 1 تقريبا طلعت هون ايجال ا موان 1 فيرجول تقريبا او موان 0 فيرجول 8 نظن هاي اف دو 1 طلعت معنا 0.76 بظن هيك اف دو 1 0.76 اف دو موان 1 طلعت موان 0.76 فكرمال هيك بتمرقوا البوان الكورب عفوا بهيدي البوان وهيدي البوان على اقصى الشمال قلنا لوس اكس تون فير موان لانفيني بتكون فوق الموان 1 هذا دروا ديكواسيون ايكغيك على موان 1 معناتها الكورب بتبلش من هون بتصير اسمتوتيك اسمتوتيك عليه كانه دقه فيه بس هي بعيده شوي نحن بنبعدها بالرسم اليدوي وهي طالعه بتمرق بالا وبتمرق بالاوريجين او لانه اف دي 0 طلعت معنا 0 طلع معنا قبل وبنكمل كمان باللي هتشوفوه على الدفتر تبعكم وبتكمل وهي طالعه بتمرق بالكوان بي وهون بتصير تقرب للدروات ايجريجال ان بس ما بدق فيه بصير كانه باراليل عليه ما بدق فيه هذا الايجريجال ان رح نشوف هلا كيف بدأت الرسم. اوكي. رح نشوف كيف بدأت الرسم. شوية انيميشن حلوين هودي نشوف كيف بلش لاحظوا بلشت من هون كأنه دقة فيه بس هي بعيدة نحن بالرسم هذا من بعيدة شوي. شفت كيف مرقت بالبوان بارتيكولي A O B لاحظوا كيف عم نرسمها نرجع من هيدا مرة ثانية طبعا بترسم لي هيدا الكوب اللي هو نحن طلع معنا هيدي الرسمة على الدفتر اللي رسمناها ان شاء الله تكونوا ناقلينه يعطيكم العافية